تحت شعار تراثنا هويتنا وفلسطين وطننا، نظمت جمعية سيدة الأرض والمركز الفلسطيني للتراث أمسية فنية في العاصمة التونسية للتعريف بالتراث الوطني من خلال عرض لوحات جدارية وتحف فنية للتأكيد على الموروث التاريخي للفلسطينيين وحقهم في الأرض. الرسالة اليوم: التراث الفلسطيني تراثنا هويتنا وفلسطين وطننا، هو رسالة أخرى نقاوم فيها في الصف الأول في عنصر المقاومة بأن نقول للعالم هذا هو تراثنا عمره آلاف السنين. وحضر الفعالية لفيف من الشخصيات الفلسطينية والتونسية إلى جانب مثقفين وإعلاميين وكتاب لدعم الفلسطينيين في إبراز هويتهم الوطنية وحقهم في تقرير المصير. بالنسبة لليوم، اليوم هو اللي يظهر في النهار اليوم هو التراث الفلسطيني، والتراث الفلسطيني هو الذاكره الفلسطينيه، هي الهويه الفلسطينيه اللي يلزمنا ان الكل نظهرها وكلنا نخدموا عليها، خاطر الشعوب الكبيره هي الشعوب التي لا تخلو من تاريخها ومن تراثها. في مقارعة المحتل ومقاومته وعلى مر التاريخ، لعبت الكلمة والألحان دورا مهما في إلهام مشاعر المنادين بحرية أوطانهم. نذكرهم بجمال معين موجود في فلسطين، يعني نقطة من نقاط من البحر، من البحر الجميل اللي موجود في فلسطين، من محبة، من جمال، من روح، من شعب جميل وشعب أحلى ما فما. اللباس التقليدي الفلسطيني، الثوب المطرز الجديد والقديم، يحكي حكاية التاريخ والأصالة للمرأة الفلسطينية التي تعتز بهذا اللباس ليومنا هذا. كل مدينة فلسطينية لها ثوب معين، فإحنا محافظين على كل الموديلات تعون الفلسطينية، في عنا القديم وفي عنا الجديد. هلا في عنا إحنا كمان مش بس الثوب، إحنا عنا الدلة الكهوة، عنا المبخرة، عنا الكرنة، المخدة، حتى المخدة تبع الفلسطينية مطرزة. وشهدت تونس إقامة العديد من المعارض الفلسطينية للتعريف بالتراث والتاريخ الوطني دعما لفلسطين وشعبها. على أرض فلسطين ولد الشعب العربي الفلسطيني، هكذا كانت الرسالة من خلال هذه الفعالية، تأكيدا على تمسك الفلسطينيين بهويتهم الوطنية وبموروثهم الثقافي والتاريخي الذي يؤكد حقهم في الأرض. ياسر دبابش، الغد، تونس.